على استاد القاهره او قديما كما يعني كان يسمى استاد الرعب. هيفتتح باذن الله منتخبنا الوطني ماراثون تصفيات كاس العالم ل 2026، وهدفه هو حاجه واحده وحيده، وهي طبعا العوده للتواجد في المونديال، المحفل طبعا الكروي الاكبر في العالم، واللي من النسخه اللي جايه زي ما عارفين هيتوسع لاستقبال 48 دوله في اكبر حدث كروي على سطح الارض. إن شاء الله المواطن والمشاهد المصري هيكون قادر إن هو يتابع المباراة وهو قاعد في بيته وبشكل مجاني تماما على قناة طبعا On Time Sports، بعد ما تمكن قطاع الرياضة في الشركة المتحدة للخدمات إن هم يحصلوا على حقوق بث مباشر لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم طبعا، ليتم إتاحة الفرصة للمشاهد المصري إنه يتابع المباريات دي، طبعا مباريات منتخب بلده يعني، فبالتأكيد هيكون شيء يعني جميل جدا لكل مشاهدين الكرة المصرية في مشوار طبعا التصفيات وبدون أي تشفير، فخطوة هي أكيد خطوة مهمة جدا وغاية في التقدير والاحترام. منتخب مصر في أول جولتين عنده جيبوتي ثم سيراليون، في مجموعته بيتواجد كمان بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو. هنلعب 10 مباريات، 5 هتكون على أرضنا في مصر طبعا هنا، وفي 5 هتكون خارج مصر. أسماء المجموعة أي حد هيسمعها هيقول لك ببال مرتاح كده إن مصر المرشح الأول لتصدر طبعا المجموعة، واكيد هنتأهل للمونديال للمرة الرابعة تاريخيا. والحقيقة يا جماعة في فرق برضو لازم نقول كبير قوي بين احترام المنافس والتهويل من قدراته. انت اقل لاعب في منتخب مصر القيمة السوقية بتاعته قد القيمة السوقية لمنتخب جيبوتي بالكامل اللي احنا هنلعبه النهاردة ده. فنظريا مفيش شك ابدا ان مجموعة منتخب مصر هي من اسهل المجموعات طبعا قياسيا على الاسماء، لأن المنتخبات اللي معانا دي كلها كنا بنقابلها في الأدوار التمهيدية للتصفيات. مش كده وبس، ده الكاف حرم أو حرمهم من 20 يعني حرم 20 منتخب من اللعب على أرضهم بسبب عدم كفاءة الملاعب. يطلع من حظنا منهم في 4 منتخبات متواجدين في مجموعتنا. زي ما قلنا هم جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا. المنتخب الوحيد اللي احنا هنلعبه على أرضه هو غينيا بيساو. ولكن في المقابل إياكم والاستهتار بأي منتخب، لأن الكورة يا جماعة ملهاش كبير. وبنظرة كده بسيطة على بعض الأسماء اللي في مجموعتنا هنلاقي إنها ورغم تواضع طبعا تاريخها زي ما قلنا في التصفيات، ولكن مثلا منتخب زي سيراليون ده اتسبب في وقت من الأوقات في عدم وصولك للنهائيات طبعا بتاعت كأس العالم الأفريقية بعد ما كنت أنت بطل آخر 3 نسخ. ما تنساش كمان ان وقتها احنا معرفناش نكسبهم، تعادل في مصر وفوز على ارضهم. وسيراليون كمان في النهاية بينتمي لدول غرب افريقيا، يعني عندهم سمات ومقومات مشابهة للي عند دول الغرب زي مثلا طبعا نيجيريا جارتهم وكوت ديفوار وغانا. كمان مش عاوزين ننسى ان اثيوبيا دي لسه كسبانه في تصفيات كاس الامم الحاليه بقياده طبعا شمالس بيكلي اللي احنا طبعا عارفينه كويس هنا في الدوري المصري. اما بوركينا فاسو فمنتخب قوي ومميز، وطول عمره هو يعني عندهم محترفين جامدين، واخر ماتش طبعا لعبناهم فيه كان في كاس الامم 2017 وواجهنا صعوبه كبيره على فكره قصادهم. ولولا طبعا تألق الحارس التاريخي لمنتخب مصر عصام الحضري ربما ما كناش عرفنا نكسبهم ولا يعني نكسر قوتهم البدنية. وهم برضو يعني المنتخب الملقب بالخيول نظرا طبعا لسرعتهم وقدرتهم البدنية الممتازة، وهم أقوياء كمان جدا. في النهاية هتبقى حقيقة إن منتخب مصر على الورق هو الأوفر حظا، ولكن الحذر يعني هنقول كل الحذر من ان انت تتهاون او ان انت يعني تهاون البدايات ده يا جماعه دايما بيكون عباره عن الطريق اللي بيوصلك في الاخر لنتائج سلبيه. يعني هو اول جولتين عندنا، في اول جولتين 6 نقاط النهارده ده قصاد جيبوتي
وثم الحد في طبعا ليبيريا امام سيراليون ان شاء الله. طبعا بنتمنى يعني كل التوفيق لمنتخب مصر، عندنا ثقه كبيره جدا في ادائهم، عارفين ان هم يقدروا ان هم يفوزوا. زي ما قلنا المجموعه يعني متواضعه مش مجموعه قويه، فعارفين ان هم ان شاء الله النهارده يقدروا ان هم يفوزوا، وان احنا هنشوف اداء كمان مميز جدا. عندنا لعيبه قويه جدا داخل منتخب مصر سواء يعني من كل الانديه، فعندنا لعيبه قويه جدا، عندنا مجموعه متواضعه، فيعني الظروف يمكن تكون في صالحنا شويه، وان شاء الله طبعا بنتمنى، عندنا ثقه كبيره جدا.